قم بتوصيل الكمبيوتر المحمول بتلفاز وأب أو آس 6.0. يرجى مشاهدة هذا الفيديو للتعرف على كيفية توصيل جهاز الكمبيوتر بتلفاز LG الذكي. من إعدادات الكمبيوتر، قم بتوصيل الشاشة اللاسلكية. انتقل إلى الإعدادات النظام العرضي شاشات متعددة، انقر على توصيل الشاشة لاسلكياً. قم بتحديد التلفاز الذي ترغب في مشاركة شاشتك معه. قبول الطلب من جهاز التلفاز. سيظهر الجهاز المتصل على شاشة التلفاز بمجرد إنشاء الاتصال. اتصال HDMI. استخدم كابل HDMI لتوصيل جهاز الكمبيوتر الشخصي. ما عليك سوى توصيل كابل HDMI بجهاز الكمبيوتر وتلفاز LG الذكي. وتحديد HDMI كمصدر الإدخال. شكراً لمشاهدتك هذا الفيديو.